سباقات يوم آخر في هذا المهرجان، مهرجان إكسبو 2020 الذي يقام بهذه المناسبة، مناسبة استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي لهذا المعرض العالمي الذي حط الرحالة هنا في هذه البلد الطيبة الآمنة. أهلا بكل متابعينا الكرام، أهلا بكل مشاهدينا الأعزاء عبر قنوات دبي ريسنج الناقلة للتحديات والإثارة على أرضية هذا الميدان في متابعة يوم جديد من أيام هذه الرياضة العربية الأصيلة وارتباطها بكافة الأحداث السابقة والقادمة والتي ستكون هنا على أرض دولة الإمارات. على بركة الله أعطيت الإشارة بانطلاق أول الأشواط في هذه الفترة المسائية هنا، والتي تحمل فئة جديدة من فئات هذه الرياضة العربية الأصيلة، فئة اللقاية، وانطلاق أشواط هذه الأمسية التي تحمل 17 شوطا ستكون حاضرة في انطلاقاتها وفي تحدياتها. على بركة الله أعطيت الإشارة لانطلاق أول الأشواط، أول التحديات، أول رموز هذا اليوم، يوم خاص باللقاية وانطلاق رمز الإبكار في هذه اللحظة، إكسبو 2020 بهذه الشعارات التي تقدمت للتنافس في أرضية هذا الميدان. نذهب إلى المقدمة ونتابع الأسماء التي تحمل انطلاقات هذه البداية الأولى بالتحدي والإثارة. مباشرة إلى أديال محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري التي تقود المركز الأول. إلى المركز الثاني نجود علي بن يمعة بن سبت السويدي في انطلاق قادم يحمل القوة والإثارة. المركز الثالث تتواجد الشاهينية فالح بن ياسر بن فالح الشامسي على هذا الأداء المميز. وفي المركز الرابع هناك حبوبة شليويح بن حمد بن شليويح العامري الذي يطلق هذا النوع المميز هنا مع هذا الشعار الأولمبي في هذه اللحظات. المركز الخامس تتواجد هناك شواهين سعيد سالم سعيد بن جاسب المسافري. أسماؤنا الخمس من خلال هذه المشاركة وما تحمله هذه التحديات هنا في هذه المنافسة المميزة على أرضية هذا الميدان. من يبحث عن الرمز الثاني؟ من يبحث عن انطلاقات هذا المهرجان العالمي الذي يقام هنا بهذه المناسبة العزيزة إكسبو 2020؟ مرحبا بكل القادمين للمشاركة في التحديات والإثارة على أرضية هذا الميدان. نعود إلى المقدمة نتابع الصراع المبكر هنا في هذه اللحظات. أعود إلى مقدمة الشوط في التنافس الثنائي الذي يحمل النجود علي بن يمعة بن سبت السويدي. هناك على المركز الثاني، هناك المركز الثاني وجود أيضا التواجد لأديال محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري. وهناك على المركز الثالث يا سلام يا سلام متواجد الشاهينية فالح بن ياسر بن فالح الشامسي من قدم أداء مميز بالأمس أيضا في هذه اللحظات. هنا المركز الرابع انطلاقة حبوبة على المركز الرابع شليويح بن حمد بن شليويح العامري الذي يقود هذه اللحظات هنا المركز الرابع. وفي المركز الخامس لم تتغير الأسماء شواهين سالم بسعيد بن جاسم المسافري في هذه الانطلاقات وفي التحديات وفي الاندفاعات. الله يا نجود، نجود على المقدمة علي بن يمعة بن سبت السويدي الغنامي. يا سلام مع هذا الأداء، متابعة وانطلاق ومنافسة أيضا قادمة. أشكر يا الغنامي، دائما التحدي أحد شعاراتك مثل أبياتك ما شاء الله. أعود إلى المقدمة، أعود إلى المقدمة. حبوبة غيرت 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 غيرت، بدلت هذا النوع المميز، هذا النوع الفريد، هذا النوع التحدي من النخل العنوان. ولكن الشعار، شعار هذه التحديات مع شليويح بن حمد بن شليويح العامري. يا سلام، المركز الثاني دخول اليذابة سالم بن علي بن سلطان
السبوسي الذي يأتي مع هذه اللحظات. يلا يا أبو علي حرك المنافسة، حرك التحديات، حرك الانطلاقات. المركز الثالث في هذا الأداء لا زال تديال محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري يقود هذا المركز، المركز الثالث مع هذه اللحظات. المركز الرابع تتواجد هنا الشاهينية، فالح بن ياسر بن فالح الشامسي، والتقدم يأتينا مع هذه الانطلاقات. يندفع هنا راشد محمد بن دحروي العامري مع ود وحب الفوز والانتصار، حب التحديات على أرضية هذا الميدان. الله 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 الله، الكل يحمل الحماس لنيل هذه الكأس، كأس إكسبو، رمز التحديات والانطلاقات في هذا اليوم، يوم اللقاية، يوم الانطلاقات المتميزة. نقترب من لوحة الإعلان، اقتربوا أيها المنافسون. الله 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 الله، هنا وصلنا وقاربنا التحدي والانطلاق على هذه الأرضية، نحمل كل الاندفاعات. المركز الأول لا زال، ولكن 1200 وصلنا إلى هذا المنعطف، المنعطف القوي والخطير. 1200 والمركز الأول مع اليذابة سالم بن علي بن سلطان السبوسي. يا سلام يا سلام يا سلام، حبوبة شكلت هجوم في المركز الثاني، شليويح بن حمد بن شليويح العمري. المركز الثالث الخوار عتيد بن مطر بن حسن القبيسي مع هذه الانطلاقة وقادم ببينونة. والخوارة الله، هجوم ثنائي مع القبيسي. يا سلام يا سلام يا سلام، هنا الاندفاع مع هذه اللحظات. ما شاء الله، تصدر الخوارة، بينونة موجودة مع هذا الشعار ومع هذه عتيد بن مطر القبيسي. مشكور يا مختار، ما شاء الله، تكتيك وتدريب والانطلاق الأول والثاني، الأول والثاني، الأول والثاني. هناك أتوقع أن بدع ثلاب يتابعون مع هذه الانطلاق، يتابعون هذا الشعار، يحمل دائما قوة وإثارة ومنافسة في كل الإثارات. سلام العاصمة، سلام العاصمة أبوظبي، سلام العاصمة، ما شاء الله وتبارك الله. مشكور يا القبيسي، مشكور على هذا الأداء عتيج بن مطر بن حسن القبيسي، وشكرا مختار بن أحمد، أداء مميز ما شاء الله. كأس إكسبو تحمل هذه البينونة في هذا اليوم وهذا المساء، هذه اللحظات الأولى، بينونة على المركز الأول، الخوارة في المركز الثاني، شعار واحد يحمل القوة والإثارة، حبوبة في المركز الثالث، شليويح بن حمد بن شليويح العامري، والمركز الرابع منصور علي بن حمود بن علي الظهري، والمركز الخامس هناك سالم سعيد بن جاسم المسافري مع شواهين. شو هذه المفاجآت يا مختار، شو هذه المفاجآت يا أبو مطر، شو هذه التحديات اللي تحمل قوة وإثارة وانطلاقات على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله وتبارك الله، التوقيت 7:22 ثانية وسبعة من الأجزاء من الثانية. سلام 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 العاصمة، سلام سلام أبو مطر، سلام عتيد بن مطر بن حسن القبيسي على المركز الأول. المركز الثاني 7:24 ثاني بالوفاء تمام، أيضا انطلاقة كانت تحمل نفس الشعار، شعار سيد عتيج بن مطر بن حسن القبيسي، تهانينا والناموس، أول وثاني. والمركز الثالث طارت أيضا لدي التحديات، حبوبة شليويح بن حمد بن شليويح العامري، مشكور يا أبو حمد، أداء حبوبة ممتاز، 7:26 ثانية، 7 من الأجزاء من الثانية، ما شاء الله وتبارك الله. سرعتنا متواجدة وهجننا دائما ترقص هنا في أحلى